بسبب أتمر دينا. شقيق الأسرار كيصفي الأخ ديالو الشاب الثلاثيني قبل ساعة من أذان المغرب. وإليكم التفاصيل. فقبل ما نبدأ في صلب الموضوع كنتمنى أنكم تعملوا لايك والبرتاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. شهد دوار سيدي عباد التابع لجماعة بني خلف بجماعة على وقع جريمة بشعة وراح ضحية شاب ثلاثيني من العمر. وإليكم التفاصيل. وفي تفاصيل هالأحادثة نشب شجار عنيف بين الهالك والبالغ من العمر 30 سنة وبين الجاني وهو شقيقه الأصغر الذي كيبلغ من العمر 23 سنة وكيعمل حلاق. إذ ابتدأ الأمر بمشادات كلامية بين الطرفين قبل أن يتحول إلى عراك بالأيدي، حيث استل الشقيق الأصغر من المحل آلة حادة عبارة عن مقص ووجه به طعنات قاتلة لشقيقه كانت كافية لتسقطه على الأرض مدرجا بدمائه قبل أن يلفظ الأنفاس الأخيرة بعين المكان. وفور إشعاري بالحادث المؤلم واللي نزلت كالصاعقة على العائلة، حلت العناصر الأمنية مرفقة بالوقاية المدني بعين المكان، حيث عملت على فتح تحقيق في النازلة في الوقت اللي تم فيه نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله، كما تم القبض على الجاني اللي فر بعد ارتكاب هذه الجريمة. إخواني أخواتي، إلى عجبكم الفيديو كنتمنى أنكم تعملوا لايك والبرتاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.